ويلكم تو رويال يا فندم. استاذ حضرتك بس تملى الابلكيشن دي. ثانيه انا مين؟ معلش. جميل بسيوني، سامعيني لسه ولا ايه؟ معاك كبير. وانا معاك يا مستر وسيم. حلو، حاولوا بقى ما حدش يبص لي خالص واحنا بنتكلم. ها يا بسيوني، السماعه اللي انت لابسها دي يا بسيوني، انت بتركن طياره يا حبيبي، ما تلبس سماعه صغيره زينا. بقول لكم ايه، دي وسيله التواصل الوحيده، ها، قبل ما اسراء تيجي تفلقنا كلنا. مش عارف، طلعت شايله مني قوي قوي. خساره يا اسراء، خساره. انا مش مصدقه اللي بيحصل لمستر وسيم ده بقى، بعد ما كان مدير فندق محترم يترمي الرميه دي. والله العظيم صعبان عليا قوي. اصيله مريم، بس اقول لك على حاجه، هو برضو يستاهل، دي اخره الفشل والافتراء على الناس. جميل، خدها وامشي دلوقتي حالا، بدل ما اقسم بالله هديها بيك جزمه. عيب يا مريم، يعني الله في ايه؟ ده مهما كان استاذنا، الكات فاصل يعني. استاذنا؟ طب مش ده برضو اللي انت مسجله على الموبايل وسيم ابو ليا؟ اخلصي اخلصي يا مريم، وسيم ده اشرف منك. يلا اتكل على الله. برا برا. المهم وسيم بيه، الراجل اللي اسمه رشاد رشدي ده طالع ناركوس، ناركوس كبير قوي، مسمينه في المعادي بابلو اسكوبار المعادي. صحيح الكلام ده يا جميل؟ ده اللي قالوا لي اصحابي بتوع المعادي. معادي ايه يا جميل؟ صحيح انت مسجلني على التليفون وسيم ابو ليا؟ اه كنت مسيبك وسيم ابو ليا، بس الحمد لله دلوقتي بقول لك مستر وسيم. المهم انا خدت لك ميعاد بالعافيه من زيزو عرب. لا لحد هنا والصب. انا قلت انا اللي هجيبه، يعني انا اللي هجيبه. انتوا ما تعرفوش انا مين وتاريخي ايه. ده انا هموت واعرف انت مين وتاريخك ايه فعلا يا بسيوني. فعلا خلاص يا وسيم، بيخليه هو اللي يجيبه. اي حد يا جماعه، اي حاجه وخلاص. ما هو الجعرم وقال لك انا هجيبه. ماشي اي حاجه. نشوف بقى. اقدر اعرف سيب الريسبشن ورايح على فين يا مستر وسيم؟ بس اسراء، ده كان في جيست هيعمل تشيك ان، فكنت رايح اجيب له الويلكم درينك بتاعه. ويلكم درينك ده عندها. عندها؟ طب هي مين يا فندم عشان اجيب منها؟ اللي جابت سعادتك. امي؟ حضرتك ازاي بتتكلم معايا بالاسلوب ده؟ حضرتك بتهزقيني يعني؟ انت نسيت شغلك ولا ايه يا مستر وسيم؟ الويلكم درينك بتقدم قبل التشيك ان ولا بعده؟ قبله. يبقى انت رايح فين؟ رايح تلعب مع صحابك صح؟ اوعى تفتكر ان انا مش فاهمه الشغل الشمال ده. لا ده انا قديمه قوي وجايباها من تحت قوي. ما تخضش، مخصوم منك اسبوع عشان تعرف تسيب الريسبشن من غير ما تستاذن مني بعد كده. ليه يا فندم؟ ده حرام، ده افترا. مخصوم منك اسبوع تاني عشان تعرف الويلكم درينك بتقدم قبل التشيك ان ولا بعده. يا فندم انا ما عملتش اي حاجه للكلام ده. مخصوم منك اسبوع تالت عشان تبقى تعترض على الخصم اللي انا خصمته. لا يا فندم، لا ده افترا بقى واضح قوي. وعلى فكره في لفت نظر عشان مش عاجبني اسلوبك مع مديرتك. ليه؟ ليه؟ اتفضل على شغلك. حاضر. مستر وسيم. نعم. ما تعيطش. لا اعيط بقى. بقول لك ما تعيطش. لا اعيط في اي حته بقى، في اللوبي وعلى البسينه، في كل حته اعيط. تحية ورا تحية ورا تحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذه شيماء الصبح كده. مالك؟ شفت عفريت؟ انا خبطت على الباب غلط، انا اسف، غلطت في الشقه. خش. ما انا اقول لحضرتك انا هستنى موضوع تحت في العربيه. بقول لك خش يا سعدون. ما انا ما عملتش حاجه والله. اخر مره هقول لك خش يا سعدون يا علاتي. خش. ايوه انا مش فاهم. مش تجيبي حاجه لسعدون والضيفين؟ الراجل مش بيجي لنا كل يوم يعني. ما الفطار مرزوق قدامه اهو، ما يطفح. ما بتطفحش ليه؟ ولا عامل فيها مكسوف وعندك دم؟ عشتي يا ست الكليه لسه طاف قبل ما يجي والله. سعدون انا وريتك المطبخ. انا هشوف المطبخ ليه؟ ازاي وانت مش اصلا جاي لي عشان تشوف المطبخ؟ ايوه فعلا فعلا، انا نفسي اشوف المطبخ عشان زي ما تقولي كده يا ست الكل انا هتجوز قريب. عقبال بوظه يا رب. عقبال كريم ابنك، عقبال شهر. اه يلا روح شوف النمليه واجي. تعالى. ماشي. قدام قوي، خططوا خططوا مش تعرفوا تعملوا حاجه من غيري.